المغاربه كاملين تبعوا معايا القصه ديال الالهام اللي من بعد كيولي الاسم ديالها اميمه، وما كتبقاش القصه الاولى ديالها هي الحقيقيه، كنكتشفوا ان عندها قصه اخرى، قصه اخرى اللي كتالم اكثر من القصه الاولى. وانا في تتبع الحاله والملف ديال الالهام كنصادف عده فتيات في هذه الجمعيه ديال مفتاح وحلول، ومن هنا قررت انني غادي ننقل قصص ديال هذه الفتيات على وعسى يتخذوا عبره عند المغاربه. هذه الفتيات غادي ناخذ واحد السلسله ديال هذه القصص، كاين اللي غنقدروا نصوروا معاهم، وكاين بطبيعه الحال فتيات اللي قاصرات ما غنقدروش نصوروا معاهم الا بالاذن ديال وكيله الملك. اليوم غادي نسرد لكم قصه ديال احدى الفتيات اللي ما كتقلش اهميه على القصه ديال الهام او اميمه بالاحرى. اليوم غادا تكون معنا قصه ديال ايمان من مدينه فاس. هاد الفتاه اللي تم العثور عليها في الدار البيضاء ملي كيبدا البحث معاها كيلقاوها انها عطاتهم قصه بحال الشكل ديال الالهام، قصه مفبركه. ومن بعد البحث المعمق مع هاد البنيه كنكتشفوا انها كتعيش قصه اخرى، القصه الحقيقيه. هاد البنت كما قلت لكم تنحدر من مدينه فاس، الام والاب ديالها في مدينه فاس، خرجات هربات وجات للدار البيضاء. ولكن السبب اللي جات فيه للدار البيضاء اشنو هو؟ وهو البحث على الوالدين الحقيقيين ديالها. من بعد البحث المعمق معها كتقول لهم ان الام والاب اللي حاطين الاسم ديالهم عاطينو لهاد الطفله اللي سميتها ايمان. هاد الطفله كبرات طفوله صعيبه شويه مع ام، على ما كتحكي هي كتشوفها كتكمي كتشرب، كيجيو وليدات كتربيهم، بدات كتكبر كتفهم شنو اللي واقع. لقات هاد الام انها كتربي الدراري، هي ما كتولدش ولكن كتاخذ الاولاد والبنيات من عند الامهات العازبات اللي وقع لهم مشكل كيجيبوهم لها. كاينين اللي كيدوروا معاها وتخليو لها دوك الاطفال اللي كتشدهم هي وكديرهم في سميتها، وكاينين اللي كيقولوا لها من بعد غنرجعوا لهذا الطفل ولا الطفله. وبالفعل هي عاشت قصص في وسط هذه العائله ان كاينين اطفال اللي جاوا دوهم والديهم من بعد سنوات، في حين ان كاينه هي واحد الاخ ديالها اللي حتى هو مكتوب بالاسم ديال هاد السيده، وكاينه واحد الاخت اخرى. هادو كبروا وبقاو مع بعضياتهم تكبروا. الاخ وهاد الطفله ايمان بنفس الكنيه ديال هاد السيده اللي كتربيهم، والثالثه ما كتحملش نفس الكنيه. كتكتشف حتى هي انه مربيه وكيوريوها والديها شكون هما وكتقلب عليهم وكتلقاهم. ولكن ايمان ملي بدات كتعقل شويه بدات كتسول على شكون هما والديها، ما بغاوش يعطيوها راس الخيط، بدات كتمرض على الحياه، ولات كتمشي للمدرسه وكتهرب منها، ولات هاد الام اللي شافتها ما بغاتش تقرا كدير لها الخبز وكتعطيه ليها تبيعو. دونك بدات كتشوف الزنقه وهي في واحد لاج ديال 8 سنين 9 سنين 10 سنين على ما كتحكي ايمان. بدات كتشوف الزنقه،
بدات كتبلى، لان القدوه ديالها هي الام اللي مربياها، ولات كتكمي كدير سيليسيون كتشرب كتقرقب. والامر من ذلك وهي انها ملي ولات كتخرج للشارع وكتهرب خصها تجيب ما تاكل، ولات كتشفر، ولات كتسرق باش تلقى ما تاكل. ماشي بعيد بدات كتحكر في السؤال، حتى كيقولوا لها الام ديالك من الدار البيضاء، ولكن حنا ما عرفناهاش. عطاوها واحد الاسم، وعطاوها اسم ديال الاخت ديال الام ديالها، ولكن ما كايناش الكنيه. هذه الطفله بالحاله الهستيريه ديالها اللي دابا كتبلغ من العمر ديالها 15 عام ونص، جات للدار البيضاء بحثا عن الام والاب ديالها. فين غتقلب؟ الله اعلم. كيفاش غتقلب؟ الله اعلم. دونك ضاعت في شوارع البيضاء. الحمد لله اللي كاين بعض المحسنين اللي شدوها وسلموها لرجال الامن بدورهم كيسلموها لهذه الجمعيه. هذه الجمعيه اللي تكلفت بها دابا بركه عندهم، كيحاولوا انهم يحبسوا عليها الادمان كما الشكل بالنسبه لاميمه اللي هي الهام، كيحاولوا معها تقطع الادمان. وبصراحه حنا عشنا معاهم هذه المرحله، ف بواحد المشقه كبيره دابا كيحاولوا انهم يقطعوا عليها الادمان، لان الدريه تبلات وهي صغيره. القصه ديالها قلت لكم مشابهه لالهام، حتى الهام كانت تبلات صغيره. المهم الطفله من خلال البركه ديال الناس الجمعيه، ومره مره كنمشيو عندهم حنا كنتبعوا الحالات عن كتاب، كنسمعوا هذه القصه الغريبه. ولكن هنا شنو بغينا نستافدوا من هذه القصه؟ ان كاين واحد عنصر جريمه هنا، اللي هي هاد الام اللي كتقتل بفاس. هاد الام اللي ماشي هي الام البيولوجيه ديال هاد الدريه ايمان، هاد الام اللي انا كنسميها مشات للاتجار في البشر. كتاجر في البشر بكل ما تحمل الكلمه من معنى. ملي كتجيب ليها ام عازبه طفل او طفله وكيعطيوهم ليها وتيخلصوها، كيعطيوها فلوس باش يخليو عند هذيك الدريه ويزيدوا في حالهم ولا داك الدري. دونك هذا التجار في البشر. القانون خصو يحمي هاد الاطفال، وخصو يدير حد لفحال هاد الممارسات. اليوم ولينا كنشوفوا نساء من طينه ديال هاد المراه كيشجعوا هاد البنات انهم يمشيو لهاد الممارسات، باش كيقولوا صافي كاين اللي شد هاد الوليدات ماشي مشكل. ما كايناش غير هاد المراه، دونك هاد المراه راه كتخدم بعصابه من وراها. شكون اللي كيصوب ليها هاد الاوراق ديال هاد الوليدات؟ الحاله المدنيه، ورقه الخلق، النسب ديالهم. هاد الناس كاملين خصهم يتعاقبوا. اليوم حنا قدام واحد الظاهره اللي خطيره، اللي كتنخر في الجسد ديال الامه كامله، وحنا امه اسلاميه اللي خصنا نقطعوا مع فحال هاد الظواهر. واش حنا خصنا المغرب كامل نديروا فيه جمعيات بحال جمعيه مفتاح وحلول باش يبقاو يهزوا لينا هاد البنيات؟ واش المغرب كامل خصنا نديروا فيه مراكز حمايه الطفوله باش نديو الوليدات اللي في وضعيه صعبه لهاد المراكز؟ خا
خاصة أن المراكز ديال حماية الطفولة التابعة للدولة ما عندهاش معايير اللي قوية اللي غادي نقولوا هاد الوليد غيخرج صالح للمجتمع. هاد المراكز الوليد كيوصل 18 عام وتيخرج فين يمشي؟ كيتعرض للشارع، كيخرج للشارع طفل أو طفلة. إذا كان طفل كيمشي للإدمان، كيمشي للسرقة، كيمشي لشي حوايج خايبة. وإذا كان طفلة منين غتاكل وتشرب؟ غتمشي للدعارة، غتبدا تبيع لحمها. القصة ديال إيمان فهي قصة أخطر بكثير من القصة ديال أميمة. اليوم كندق ناقوس الخطر بمعية جمعية مفتاح وحلول. هذه الجمعية اللي دارت واحد المركز باش تقاوي فيه البنيات اللي كيخرجوا من مراكز حماية الطفولة باش ما يضيعوش، كتقدم لهم خدمات فحالاش، كتعاودهم في التربية، كتعاودهم في أنهم يتعلموا حرفة، وكتمشي إلى أبعد من ذلك أنها كتخدمهم. أنا ما كنطبلش ونزمر دابا المفتاح وحلول كما كيقولوا البعض، ولا كندير لهم الإشهار، ولكن خصنا حتى في الإعلام نعطيو لكل ذي حق حقه. الجمعيات اللي كتخدم بجد والجمعيات اللي كتخدم للصالح ديال الوطن والمواطن خصنا كاملين نتكاتلوا ونقولوا لها برافو انكم كتنقضوا وليدات من الضياع. كنتمنى من الله عز وجل ان هذه القصه ديال هذه البنيه تلقى اذان صاغيه ونتفاعلوا معها ونبلغوا على فحال هاد الناس. وباش ما تقولوش لي ما كملتيش لنا اشنو غيوقع، الاجراءات القانونيه خدامه، وهاد السيده غتخضع للتحقيق في اطار القانون ويتم المتابعه ديالها، لان هادشي اللي كيدار ماشي ديالنا، ماشي ديال ديننا، وماشي ديال الاعراف والتقاليد اللي تربينا عليها. في انتظار اننا نسمعوا الجديد في هذه القصه، وان شاء الله غادي نطلبوا واحد الترخيص خاص من قاضي الاحداث باش نسجلوا مع هذه الطفله ايمان. بيان سور ما غاديش نقولوا، ما غنفضحوش على الهويه ديالها والوجه ديالها، ولكن باش تعود لكم بفمها شنو اللي وقع عليها، شنو هي المآسي اللي دوزات في حياتها. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في قصة أخرى، دائما من المركز ديال جمعية مفتاح وحلول اللي فيه قصص اللي لا تعد ولا تحصى وتدمي القلوب. وإن شاء الله غتشوفوا نماذج من الشابات اللي نجحوا في هذه الجمعية، ودابا راهم مستقرين، عندهم خدمتهم، عندهم صالير ديالهم، وما محتاجين لتا شي حد يعاونهم. إلى اللقاء.